جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسن ميم من الجمهورية العربية السورية دمشق. عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وبقي له في هذا اللقاء جمع آخر من الأسئلة، فيسأل ويقول: حدثونا عن تكبيرات الإحرام وعن التكبيرات في الصلاة، الواجب منها والركن، جزاكم الله خيرا. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد إلا به ولا تصح إلا به. وأما بقية التكبيرات وهي ما تسمى بتكبيرات الانتقال فإنها واجب من واجبات الصلاة. نعم.